في عالم تحكمه وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من حق أي شخص نشر ما يريد دون مصدر موثوق أو سند يرجع إليه. فاختلطت الحقائق بالأوهام بفضل بعض الشخصيات الساعية للحصول على أكبر قدر من التفاعل دون اكتراث بنتائجه المضللة، والتي من شأنها تغيير نظرة البعض لوقائع الأمور. في أوهام قروية نعيد تصحيح المفاهيم ونشر الوعي وإيضاح الحقائق حتى لا تختلط الحقائق بالأوهام. مارادونا فاز بكأس العالم والكالتشيو بمفرده، عقيدة راسخة لدى الجميع بفضل بعض المعلقين والمحللين الذين يتشدقون بمقولة مارادونا كان بمفرده عندما توج بالمونديال وفاز بالبطولات مع نابولي، وتلك هي أكبر كذبة مصدقة في تاريخ كرة القدم. فمارادونا لم يكن بمفرده سواء مع منتخب بلاده أو مع نادي الجنوب الإيطالي. ولنبدأ بحكاية نابولي. مارادونا في أول مواسمه بإيطاليا حقق المركز الثامن بالدوري، وفي موسمه الثاني حقق المركز الثالث. وعلى الرغم من كونه هداف الفريق في الموسمين، لكنه لم يستطع وقتها المنافسة على اللقب وتجاوز يوفنتوس المدجج بالنجوم وعلى رأسهم بلاتيني. وبعد موسمين من الفشل المحلي والذي يعد نجاحا مقارنة بحقبة نابولي قبل مارادونا، تعاقدت إدارة الفريق مع عدة أسماء مميزة للتواجد حول دييغو ونقل الفريق للأمام، مثل برونو جوردانو المهاري صاحب 23 هدفا في 78 مباراة، مع تواجد سيلفاتوري باني، فيرناندو دي نابولي الثنائي الدولي بالمنتخب الإيطالي. وبعد لقب الدوري الأول تعاقد نابولي مع كاريكا أفضل مهاجم برازيلي في تلك الفترة، والذي سجل 73 هدفا في 161 مباراة، وكانت ثلاثية مارادونا برونو كاريكا الأفضل في إيطاليا في موسم الفوز بالدوري الثاني. وكذلك مكنته من تحقيق كأس الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد الدفاع، فما لن يذكره لك البعض أن نابولي امتلك ثلاثي دفاعي كان من الأفضل في إيطاليا في ذلك الوقت. فالأول هو جيوفاني فرانشيني، والذي كان لاعبا أساسيا بالمنتخب الإيطالي، والثاني هو جيان كارلو كوراديني أحد أفضل المدافعين في العالم في عصره، وتشيرو فيرارا والذي ربما سمعت اسمه من قبل، وكان بالوسط برازيلي شهير في ذلك الوقت هو أليماو، وبالطبع جيان فرانكو زولا. فلم يكن الفريق سيئا كما يصوره البعض، بل كان نابولي أحد أكثر الفرق إنفاقا، والنتائج الرياضية المبهرة دعمت هذا الإنفاق. وربما ما مكن البعض من القول أن مارادونا كان وحيدا في نابولي هو وجود قانون إيطالي وقتها يمنع تواجد أكثر من 3 لاعبين غير إيطاليين بالفريق، فأغلب عناصر نابولي كانت إيطالية، والطليان ليسوا أصحاب البريق الإعلامي في كرة القدم، لكن الأسماء الأجنبية الأخرى كانت مارادونا وكاريكا. ولو تحدثنا عن الأرجنتين في كأس العالم 1986، فقد كانت الأرجنتين صاحبة أفضل دفاع بالبطولة، فلقد استقبلت شباكها 5 أهداف فقط في 7 مباريات. خط الدفاع كان بقيادة أوسكار روجيري وخوسيه لويس براون، وخط الوسط به سيرخيو باتيستا مدرب الأرجنتين الأسبق وبورو تشاغا، وهجوم به لاعب ريال مدريد فالدانو والذي كان من ضمن طفرات الكرة في ذلك الوقت، والمدرب كارلوس بيلاردو أحد أكبر الأسماء في تلك الحقبة، والذي قاد الأرجنتين لنهائي مونديال 90 والذي خسرته الأرجنتين. ولكن الحقيقة أن بعض هذه الأسماء لن تعرفها، والسبب بسيط: قوانين الكرة في ذلك الوقت كانت سببا في قلة عدد المحترفين في أوروبا، لذلك أن ترى هذه الأسماء عادية وغير معروفة فتظن أنها كانت محدودة الموهبة، لكنها كانت مميزة جدا في بلادها. ولكي تصبح الصورة أكثر وضوحا، عليك أن تعرف أن منتخب البرازيل 1982 والذي يصنف كأحد أمتع الفرق في تاريخ كرة القدم لم يحتوي إلا على لاعبين فقط يلعبان في أوروبا. وهنا يجب الوقوف قليلا
لم يقصد في هذا التقرير التقليل أبداً من مارادونا، فهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأسطورة لا تحتاج للدفاع عنها. وما كان نابولي أو الأرجنتين بقادرين على تحقيق هذه الإنجازات بدونه. شخصيته، روحه، قدراته الفردية الخارقة، كلها أسباب أعطت هذه الفرق التفوق في لحظات حرجة ضمنت لها التتويج بالنهاية. وشخصية مارادونا جذبت الإعلام حوله، فكان على الواجهة دون أن يسعى لذلك، ومكنت نابولي من جذب أسماء لامعة فيما بعد فقط من أجل اللعب بجوار دييغو. لكن مقولة مارادونا فاز بمفرده ليست حقيقية وتتنافى مع طبيعة كرة القدم. لن تفوز بلقب بمدافع سيء أو حارس سيء أو مهاجم سيء. كرة القدم لعبة جماعية، ولا يمكن للاعب أن يهزم فريقا مهما كانت قدراته. ويمكن أن نسأل ميسي وكريستيانو، لكن هناك لاعب يظهر في لحظات حاسمة ينشر فيها بعضا من سحره ويتقدم بفريقه للأمام ويصنع الفارق داخل وخارج الملعب، وهذا هو مارادونا.